عايز تحكي لي الحكايه من البدايه، ايه اللي جذب المهندس امجد زهران للدخول في قطاع الصناعات الغذائيه؟ كانت الفكره الاول ان احنا نبدا بخطوط انتاج مربى، فابتدينا بخط انتاج مربى صغير. الحمد لله بعد كام سنه ابتدى الخط ده يكبر، ثم طورنا من خط المربى لخط اضفنا بعد كده الخط عصاير، ومن خط عصاير اضفنا خط صوصات ومرق الدجاج. يعني بدايه التجاره فادتك، بداية التجارة علمتك لراجل صناعة، علمتنا وجرأتنا، خلتنا الأول ومسكتك السوق بالظبط، خلتنا لينا بقى لينا كيان في السوق واسم في السوق، ده خلاك لا إنك تتجرأ إنك تخش وتطور من نفسك أكتر. عمرنا قد إيه النهاردة؟ عمرنا حوالي 10 سنين. 10 سنين وعندنا حوالي 60 منتج، صح كده؟ تمام. احكي لنا العائلات بتاعت المنتجات بتاعتك. البداية الأول كانت إحنا عندنا منتج واحد بس، هو المربى. ده المربى ده جوه المربى نفسها في حوالي مثلا 20 صنف مختلف. وميزه الصناعه في مصر هنا ان الفواكه متوفره تقريبا طول العام، طعم الفواكه المصريه مختلف جدا عن اي منتج في العالم، سواء فراوله او مانجا او مشمش او تين، دي حاجات مصر بتتميز بيها بشكل كبير جدا. ده خلانا ان احنا نحط منتجات كتير في قطاع المربى. ثم دخلنا عليها العصاير، نفس الفواكه اللي بتستخدم في المربات هي تقدر تستخدمها في العصاير، كلنا عارفين عصير الجوافة، عصير المانجا، الفراولة، نفس الرينج بس عائلة تانية. ده بيخليك انك تنوع من المنتجات. جنب المربات والعصاير قريب ليها قوي الصلصات، فقدينا نعمل توميتو بيست اللي هي معجون الطماطم او صلصة الطماطم. الحمد لله رب العالمين، من الصلصة دي نفسها في كذا منتج، يعني في المنتج بيختلف ازاز او علب صفيح او حاجات صغيرة، فده بيدي لك مساحة ان انت تضيف كل يوم عدد مختلف من المنتجات. دي المنتجات اللي بنعتبرها ان هي المنتجات التراديشنال او اللي الناس متعوده عليها. الفتره الاخيره والسنتين ثلاثه الاخيرين ابتدينا نضيف منتجات مختلفه خالص للرينج ده، وهي الصوصات. والصوصات دي فيها حوالي تقريبا 24 ايتم مختلف، احنا عاملين منهم 12 ايتم في ازايز سهله نسميها ريدي تو ايت، اللي هي ازايز بلاستيك او سكويزابل بتعملها سبريد على الساندوتش مباشره. عملنا حاجات تانية مش موجوده برضو عالميا، اللي هي الحلو، اول مره يمكن في مصر والعالم نعمل حاجه اسمها العسل بطحينه. تجنن، دي حاجه تجنن، تجربها هتلاقيها حاجه تجنن. محترمه جدا. من العسل بطحينه عملنا جنبها السبريد شوكليت شوكولاته برضو بنفس الفكره، عملنا جنبها الكراميل، فدول ثلاث حاجات حلو جنب السبع او ثمان حاجات الحادق. ده اعتقد هدينا ميزه تنافسيه كبيره في السوق المصري. انت حجم استثمارك النهارده قد ايه؟ احنا كنا بادئين من 10 سنين بحجم استثمار 10 مليون 10 مليون 10 مليون جنيه، احنا النهارده بنتكلم في تقريبا حوالي 100 مليون جنيه مصري. السوق المصري صعب جدا طبعا، هل ممكن تضاعف استثماراتك داخل المصنع هنا وتطور خطوط الانتاج عشان تقدر تستوعب الطلب في السوق المحلي؟ السوق المصري يمكن مقارنه بالاسواق العالميه هو اقوى سوق، يعني بتتكلم على سوق فيه 100 مليون. لو انت فكرت في التصدير عمرك ما هتغطي سوق لاي دوله فيه 100 مليون مستهلك، فعشان كده بنقول ان احنا طموحاتنا للاستثمار الفتره اللي جايه اللي هتبقى تعدي ال 100 مليون. المستهلك المصري على فكره مميز جدا ومفيش زيه بره، لان هو زي ما قلت لك ان هو لا انت تقدر تعرف انت هتخاطب انهي عقليه من المستثمرين، فالاستهلاك المصري هيساعدك انك تنمو بشكل اكبر في سوق المصري. خلي بالكم، امجد زهران مهندس مدني في الاساس، وكمان حاصل على بكالوريوس في الاعلام وماجستير في المجتمع المدني وحقوق الإنسان في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبقاله 20 سنة شغال في قطاع تسويق الصناعات الغذائية المصرية عالميا. البحث والتطوير هنا عامل ازاي؟ احكي لي كده عشان نطلع منتج بنشتغل عليه قد ايه؟ احنا شغالين على منتج دلوقتي بقالنا تقريبا 3 سنين. الفكرة بتاعت ده منتج اسمه ديبانجو، دي من الحاجات اللي هي موجودة عندنا ان شاء الله في السوق المصري، واعتقد ان مفيش. خليني بس اقول حاجة، هنا المصنع عاجبني فيه القدرة على الابتكار، ده حاجة تميز المصنع. الاستثمارات مش كبيرة، تمام، الاستثمارات في الصناعات الغذائية ممكن تعدي ال 500 مليون والمليار، الايس كريم ممكن يعدي 2 مليار، مظبوط، ولكن الميزة هنا المنتج بيشتغلوا عليه كتير قوي، بيفكروا في المنتج اللي هيقدموه للسوق المحلي، وبالتالي بيحققوا نجاح كبير قوي. المنتج اللي انت بتتكلم عليه ده اي حد في مصر ما ممكن ينزل، ده شكل العبوة. ده شكل العبوة، ده شكلها. اولا الاسطمبة دي كلفتك كام؟ الاسطمبه دي تقريبا اتكلفت حوالي 150 الف جنيه عشان تعمل الاسطمبه بلاستيك، عشان تعمل الاسطمبه اللي هي تتناسب مع طبيعه المجتمع المصري، طبيعه المسكه. اولا المنتج ده عشان تقدر تستخدمه في عربيه، تقدر تستخدمه في النادي، في المدرسه، حاجه صحيه جدا. بتتكلم على منتج
عبارة عن بريتزل ومع نفس رينج الصوصات. فبدل ما تأكل حاجة فليفر هتقدر تجربها طبعا. ده عسل بطحينة، ده واحد من المنتجات المميزة جدا. ده عبارة عن مقربشات أو بريتزل زي ما بيتقال. ده بريتزل، بريتزل، وده واحد من أكبر الشركات في مصر اللي هو بيورد لنا البريتزل. العسل وطحينة ده وكل الشغل من إنتاج الشركة. عسل وطحينة؟ عسل بطحينة، يعني احنا العادي بنعمل في البيت، يعني انت حاطط جوه العبوه حاجتين ميكس من العسل والطحينه مع وصفه ريسبي خاصه جدا بشركه بي سي اف، انه ده معموله يعني لا العسل زياده ولا الطحينه زياده، لا مظبوطين قوي.